اسمي محمد الغوصير مساعد محمد، متزوج وعندي 3 بنات، راجل سيارة على باب الله، رزقي كله بجيبه يوم بيوم، ما اشتغلتش ما تلاقيش اكل، ماليش دخل. ما معكش اي شيء؟ لا ما فيش اي دخل خالص غير كده. ما فيش الا البحر بس، لو ما اشتغلتش ما تلاقيش اكل، وما فيش اي دخل وما فيش اي حاجة غير ان انا اشتغل بس بدراعش، ما اشتغلتش ما تلاقيش اكل. وكان معايا في المركب ابويا مات، وكان معايا اخويا كان هيموت بس ربنا نجاه، وكان معايا جوز اختي برضه مات.